Miss Universe is you. بعد 10 سنين عن الفوز الأخير للولايات المتحدة الأمريكية بمسابقة ملكة جمال الكون بال2012، قدرت ميس يو اس اي أيرباني جابرييل تستعيد التاج بعد فوزها على كل من ملكتي جمال فنزويلا وجمهورية الدومينيكان. This is Ranim Bukhsam from LBCI TV Lebanon. Among your fellow contestants, two of them were Arab ladies. The first being Yasmina Zaytoun from Lebanon, the second being Evelyn Khalifa from Bahrain. They both come from an area where women face multiple struggles. However, they also come from an area where women empowerment is on the rise in certain countries. My question to you is, how will you be approaching women in that part of the world during the coming year? I think it's really about being a voice. With social media today, we're able to find out these issues from all around the world and bring them to light. And the more we support that, we give them strength in their voices to continue to be stronger. ومن على مسرح ميس يونيفرس كان اسم لبنان عم بيطل مجددا بنشاط عالمي من هالنوع عبر مشاركة ملكة جمال لبنان ياسمينة زيتون اللي حملت معها لنيو أورلينز عزيمة أهل بلدها على الصمود. It wasn't easy at all to see a country that is destroyed and Beirut was destroyed. It's still destroyed, but we chose life. وإلى جانب ياسمينة صبية عربية واحدة كانت عم تشارك بهالمسابقة العالمية وهي إيفلين خليفة ملكة جمال البحرين، علماً إنه هيدي السنة الثانية اللي بيكون في ملكة جمال عم بتمثل البحرين بميس يونيفرس. بالمحصلة 83 صبية من حول العالم كانوا عم يتبيروا على لقب رح تفوز فيه صبية واحدة، ولبنان اللي كان حاضر بصوت وطلة ياسمينة كان كمان حاضر بالإبداع اللبناني عبر التاج الأغلى ثمناً بتاريخ ميس يونيفرس والمصمم من قبل دار معوض للمجوهرات. على مدى سنة رح تجول ملكة جمال الكون على عدد من الدول لنشر رسائل بتتعلق بدعم المرأة بكل اختلافاتها، رسائل كان حفل هالعام عم بيشدد عليها بكثافة. Congratulations to Miss USA.